السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا موقع اسمه في سب، ده بيكتب لك الكابشن او بيكتب لك التسميات التوضيحية للفيديو باشكال كتيرة جدا، بحيث لو انت عايز ترفعه بعد كده على السوشيال ميديا هتلاقيه بالشكل دوت. هو بيحول الصوت لتكست، والتكست بيعمله باشكال جميلة جدا زي ما انت شايف. مجرد ان انت ترفع الفيديو هو بيبدأ يكتب لك التكست بالشكل دوت، ويقدر يعمل لك مؤثرات انيميتد يوميجي بالشكل ده. اقول له ارفع الفيديو، وبيقول لي انت بتتكلم بأني لغة؟ عربيك. طيب ده فيديو هوت، بدأ ان هو يقسمه لأجزاء وبدأ يرفع الفيديو بالشكل دوت زي ما انت شايفه، قسمهم جامد. وبعد كده تقدر بقى تقول له السلام عليكم. شركة ميتا المالكة للفيسبوك والواتساب والانستجرام عملت حاجة كويسة اسمها اوديو بوكس، ده على اساس ان انت تولد الصوت بالذكاء الاصطناعي، فتقدر من خلاله ان انت تعمل اوديو بوكس او كتب صوتية، وتقدر ان انت تحذف زي ما انت شايف. اعتقد ان هو في مشكلة في اللغة العربية، لازم نختار من شمال يمين وهكذا. طيب في عندي هنا الستايل، تقدر ان انت تغير الستايل بتاع الفون. ممكن لو دورنا على حاجة تكون عربك يحل لنا المشكلة. ممكن تضيف بقى ايموجي، ممكن تضيف تعمل هايلايت، ممكن تعمل ريجنريت للسبتايتل يعملوا لك من جديد لو انت حاسس ان هو مش مناسب. الفكرة كلها ان هو قدر يحول فعلا الصوت لكتابة، ويقدر ان هو يعمل لك باشكال كتير او تختار الستايل الخاص بالصوت.